هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل، او ويلكم لو دي اول مره تشوفوني. النهارده هاخدكم في جوله تحفه في القريه العالميه في دبي. خليكم معايا وما تروحوش في اي حته. انا وصلت، يعني لسه حالا اهو ركنا، خدت وقت طويل قبل ما ركنت عشان دخلت ركنه غلط، بس يعني فاينلي ركنت. يا رب الصوت يكون كويس، مش عارفه بقى الصوت هيبقى حلو ولا لا، بس هنحاول كده، هحاول ازعق وانا بتكلم. طبعا قبل كورونا كان على طول الحته دي مفتوحه كده، هي اللي ورا دي على هنا على طول. هنروح بقى نجيب التذاكر. طبعا انا في اي حاجه بخش على طول على كاونتر السيدات عشان انجز. Thank you.
فاكره صيني. لا هنبني. اه شكله ما يديش خالص. بكام بقى الاطباق دي؟ هات بالكيلو. لا والله ايه ده غريبه قوي. والكيلو بقى بيبقى بكام؟ كيلو بخمسة وسبعين. الكيلو ده يعمله كام طبق مثلا؟ يختلف لان يعني هذا خفيف مثلا اخف واحد بين اللي انت عملتيهم. اه ايه ده؟ فهذا مثلا بعشرة، هاد 35 الكيلو. لا الحبة. الحبة؟ الكيلو 75 على الكل يعني. اه اوكي يعني ده مثلا تقريبا نص كيلو. ايه. او 600 يعني جرام تقريبا كيلو. اه اوكي معلومه جديده برضه دي.
هندخل مصر دلوقتي وبعد كده هنروح نتغدى. هوديك مكان تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم المكان ده موجود بره، يعني في دي مطعم بره بس انا مش باكله غير من الجلوبال فيليج، مش عارفه ليه. فتعالوا نخش مصر مع بعض. مش عارفه دول ايه دول، بس دول اكيد مش افادين قصر النيل. مش عارفه ايه دول الصراحه. Thank you.
الشارع ده شارع الاكل، كله محلات او زي كشاك كده اللي هي الكشك الصغير ده اكل بس. شايفين هنا اصلا كده في مطاعم كده، الشارع ده كله. هنبقى ندخل ناخد راوند جوه برضو. البيت البوسني او بوسنيان هاوس، لسه مش باين. استنى هعمل لكم زوم. ياه انا كل سنه باجي اكل من هنا، مش عارفه ليه مش بروح اكل في بره، يعني في فرع في جميره ليهم، بحس ان الاكل هنا ليه طعم تاني. تعالوا يلا نقعد ونطلب اكل مع بعض. هو ده المكان اللي بقولك عليه، اسمه بيت البوسني او البوسنيان هاوس. ده اكل من البوسنة، بيعملوا الكباب لحمة بس، يعني ما بيحطوش عليها اي اضافات، بتبقى تحفة تحفة بجد. وبيعملوا كده معاها شوية زي معرفش صوص كده او مش صوص، حاجات شبه المايونيز والحاجات دي برضو بتبقى رهيبة. بلس ان هما بيعملوا كمان، يحيى تعالى هنا طمي، بلس ان هما كمان بيعملوا زي باي كده او فطيره ملفوفه، هوريها لكم دلوقتي. انا طلبتها برده، بيعملوها باللحمه وبالفراخ وبالجبنه وبالجبنه والسبانخ، بس انا طلبتها باللحمه، فهوريكم دلوقتي الاكل لما يجي. وعايزه اقول لكم ان كمان حتى هنا مش بس في المطاعم لغوا موضوع المنيو خالص. بصوا المنيو برده بنعمل لها سكان علشان نعرف نطلب، يعني فهي ديجيتال منيو. فبرضه له موضوع المنيو ده، طبعا سانيتايزر كل حته، مناديل، يعني الدنيا امان جدا. تعالوا بقى ناكل. عايز اصور لكم، مش عارفه لان هو جعان جدا. يحيى معايا جعان جدا. anyway ايوه يحيى يلا رجعها تاني. دي الباي اللي بقول لكم عليها، بصوا من جوه هي محشيه باللحمه. اوريها لكم، مش عارفه ارجعها ولا ارجعها. اهي شايفين، هي دي هشه جدا، تحفه تحفه تحفه. حاولت ان اكلها بشوكه وسكينه بس مش نافعه الصراحه. فغالبا بقى هنلغوص ونخش كده في كل ده. اوكي مادام هير، شكرا. انجوي. بصوا بقى الكفته دي، هما بيقولوا عليها كباب. بصوا عامله ازاي، فظيعه فظيعه. ده بصل، ده تشيلي صوص كده، وده زي مايونيز كده، زي مايونيز كده برضو، بس هو مش مايونيز، زي التوميه حاجه كده. طبعا دي خلاص احنا قربنا بنخلص فيها اهو. اقول لكم ان ده الابيض ده طلع زبادي، شبه الزبادي شويه كده، مش طوميه.